نظم معهد الجون التجاني محمد الأول لتحفيظ القرآن الكريم حفلا تكريميا بمناسبة تقديم جائزة القرآن الكريم للمتفوقين في المسابقة التي أجريت بالمعهد قبل شهر رمضان المبارك. تقرير محمد حسن آدم. أمسية إيمانية قرآنية، وهي مناسبة تقديم جائزة خادم القرآن الكريم الشيخ الجون التجاني محمد الأول في حفظ القرآن الكريم وتجويده الدورة 24، حيث فاز في مسابقة الفرع الأول وهو حفظ القرآن كاملا من البنين الطالب علي أطية إبراهيم من خلوة نور الأبصار، والذي تحصل على دراجة نارية ومبلغ 35,000 ريال شادي. ومن البنات الطالبة فاطمة محمد محمود من خلوة دار الأرقم، والتي تحصلت على جنيهين من الذهب. أما باقي الفائزين من الجنسين في مسابقات الفرع الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، فقد تحصل البعض منهم على دراجات هوائية والبعض الآخر على مبالغ مالية متفاوتة. كما تخللت المناسبة نماذج لتلاوات مختارة من بعض الفائزين، إلى جانب كلمة ترحيبية من قبل مشرف معهد الجون التجاني محمد الأول. إن إدارة المعهد الشيخ الجون التجاني محمد الأول تحرص دائما على إقامة مثل هذه المناسبات لتشجيع أبناء المسلمين على الاهتمام والإقبال على كتاب الله عز وجل. من ناحيته مفتي الديار التشادية ثمن عاليا جهود أساتذة المعهد وما بذلوه من عمل في تأهيل وتحفيز أبناء المسلمين دستور الأمة الإسلامية. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، ولذلك يجب على الناس أن يعرفوا فضل هذه الطائفة التي خصها الله تعالى بخدمة كتابه. خدمتهم خدمة للإسلام، الوقوف معهم وقوف مع الإسلام، حبهم حب للإسلام. وننوه بأن مسابقة القرآن الكريم لنيل جائزة الشيخ الجون التجاني محمد الأول لهذا العام قد انطلقت في الأول من شعبان واستمرت لمدة 10 أيام تحت إشراف لجنتي التنظيم والتحكيم، وأن هذه التظاهرة الدينية العظيمة سمة اشتهر بها فضيلة الشيخ الجون التجاني محمد الأول.